النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. مشاهدينا، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. سادت المملكة نهار هذا اليوم أجواء مستقرة بوجه عام وبقيت باردة بعض الشيء. ظهرت كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة في أجزاء مختلفة من المملكة طوال ساعات النهار، وبلغت درجة الحرارة العظمى في شرقي العاصمة عمان حوالي تقريبا 15 درجة مئوية. ملخص الأحوال الجوية المتوقع خلال الفترة القادمة: يستمر الطقس غدا مستقرا في المملكة مع بقاء الأجواء باردة نسبيا بوجه عام. هناك منخفض جوي يتوقع أن يؤثر على المملكة يومي الخميس والجمعة، مصنف بأنه من الدرجة الأولى وفق مقياس ومؤشر شدة المنخفضات الجوية المبتكر من طقس العرب. الدرجة الأولى هي الدرجة الأضعف ضمن هذا المقياس، والدرجة الخامسة هي الدرجة الأعلى. هناك المزيد من المنخفضات الجوية من المتوقع أن تؤثر على المملكة خلال الأسبوع المقبل بمشيئة الله تعالى. الأحوال الجوية المتوقعة نهار يوم الأربعاء: أجواء باردة نسبيا غائمة جزئيا بوجه عام. درجة الحرارة العظمى متوقع أن تسجل تقريبا 14 درجة مئوية مع رياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة نهار يوم الخميس، من المتوقع أن تؤثر المملكة بمنخفض جوي كما ذكرنا من الدرجة الأولى، بحيث تتهيأ فرص الأمطار بشكل تدريجي ابتداء من المنطقة الشمالية ومن ثم الوسطى. تبلغ درجة الحرارة العظمى في العاصمة عمان 14 درجة مئوية، تنخفض في ساعات الليل إلى 9 درجات مئوية. يستمر تأثر المملكة بهذا المنخفض الجوي نهار يوم الجمعة، بحيث تبقى فرص الأمطار واردة سواء في المنطقتين الشمالية والوسطى وحتى ربما بعض المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، مع انخفاض واضح على درجات الحرارة تصل تقريبا في العاصمة عمان إلى 12 درجة مئوية في ساعات النهار، تنخفض ليلا إلى فقط 5 درجات، وبالتالي يزداد الشعور بالبرد بشكل واضح كلما دخلنا إلى نهاية الأسبوع. يوم السبت تتراجع فرص الأمطار في المملكة، إلا أن درجات الحرارة تنخفض بشكل أكبر، تصل العظمى في العاصمة عمان فقط 10 درجات، طقس بارد مع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة. ليلا تنخفض المزيد، يحدث المزيد من انخفاض درجات الحرارة تصل إلى فقط 3 درجات مئوية. أجواء تكون باردة إلى شديدة البرودة، قد يتشكل الضباب في بعض المناطق والصقيع لا سيما في المناطق الصحراوية من المملكة. الأسبوع المقبل المملكة على موعد على من المزيد من المنخفضات الجوية، من المتوقع أن تؤثر على المملكة والمنطقة بشكل عام، حيث من المتوقع أن يتمركز مرتفع جوي نحو المناطق الشمالية من القارة الإفريقية يدفع بالمزيد من الرياح الباردة والرطبة والمنخفضات الجوية إلى شرقي البحر الأبيض المتوسط. تأثر المملكة منتصف الأسبوع المقبل بمنخفض جوي يجلب الأمطار الجيدة والغزيرة ربما في بعض المناطق، تصل في أجزاء واسعة من بلاد الشام بما فيها المملكة. يستمر هذا النظام الجوي مسيطرا على المنطقة خلال الأسبوع المقبل، مما يعمل على اندفاع منخفض جوي آخر نهاية الأسبوع المقبل يجلب المزيد من الأمطار. برودة هذه المنخفضات الجوية غير كافية لأي حدوث لتساقطات ثلجية هامة في مناطق بلاد الشام. طقس العرب أصدر اليوم النشرة الجوية الشهرية لشهر ديسمبر كانون أول لهذا العام، والتي تشير بأن هذا الشهر سيكون شهر بشكل عام شهر متقلب ما بين أجواء مستقرة وأجواء باردة وممطرة. تنخفض درجات الحرارة بشكل لافت في نهاية الشهر، وتصل أيضا هناك بعض الفرص الأمطار تزداد لا سيما في الفترة الأخيرة من الشهر. هناك تفاصيل أوفى وبدقة أكبر تجدونها على تطبيق وموقع طقس العرب لهذه النشرة الشهرية. دمتم بخير.